ازاي يعني الفيلم، كلمينا على الفيلم وكلمينا على المشاهد الصعبه ده، ازاي بتستعد لها وانت رايحه تصوري؟ الله يرحمه طبعا، كان ليا الشرف ان انا اشتغل مع الاستاذ سعيد مرزوق صاحب فيلم اريد حلا، اللي كان الفنانه طبعا القديره العظيمه فاتن حمامه. وكان تأثير هذا الفيلم على القضيه للمراه، وازاي ان يحصل تسريع في الحكم. لا كمان كان الاول الراجل ممكن يطلب الست في بيت الطاعه ويجيبها بالبوليس. صدر قرار بعد هذا الفيلم بالزبط. ان من حق المراه انها ترفض انها تمتثل لبيت الطاعه، صحيح انها بتخسر حقوقها، لكن في النهايه اصبح منظر القبيح اللي كان بيحصل ان السيده تنزل من بيت اهلها بالبوليس انتهى تماما بعد هذا الفيلم. فالاستاذ سعيد مرزوق لما نادالي طبعا كنت مخضوضه جدا وفخوره ان انا قاعده مع هذا الفنان، ولقيته بيقول لي احنا هنعمل فيلم اسمه المغتصبون عن قصه الاغتصاب البشعه اللي حصلت لفتاه المعادي في ذات الوقت. والحقيقه كان عندنا صور من المحاضر والتحقيقات عشان نعرف بالظبط تفاصيل الكلام. شفتيها يعني غير السيناريو قريتي ده اللي حصل بالظبط وازاي؟ وسمعتوا يا جماعه عايزين نسمع. والحقيقه مش انا لوحدي، يعني انا وكل اللي شاركوا في هذا الفيلم من ممثلين ومن انتاج ومن الاستاذ طارق الميساني مدير التصوير، كلنا واحنا بنقرا حسينا بمسؤوليه وطار. انا كنت حاسه ان انا عايزه اخد بطار. ومش هكذب عليكم ان انا كنت متاثره جدا 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 نفسيا، وعشت ليالي بشعه ان انا بتخيل بعد الف شر على اي حد شر ايه اللي حصل لها واللي مرت بيه ونفسيتها كانت عامله ازاي وكل ده. وطبعا دايما المخرج بيبقى له تاثير كبير جدا، اختياره للمكان، اختياره للاضاءه والكادر وتقطيع المشاهد. كان رحيم معايا جدا الاستاذ سعيد مرزوق.